قدم دورات جدا جدا تربويه جميله جدا. طيب بسم الله، بسم الله على بركه الله. البدايه دائما نقول هي ان نذكر الله دائما. لماذا الذكر ولماذا الاذكار؟ الشيخ ابراهيم ابو يزيد بيقول لنا اهميه تحصين الابناء. شوفوا، هو رايح المدرسه، رايح رحله، رايح لزملائه، يا ليت حبذا وجميل جدا نعطيهم كذا قواعد في الحياة، إنك لن تخرج إلا بعد أن تنتهي أو تقول جميع أذكارك. لماذا؟ بإذن الله حفظ. وأنا كنت أدردش مع أبو يزيد. أبو يزيد سم. هجوم على طول عليك. ما رأيك في قضية، أو مو رأيك، ما فيها رأي دي، ما أهمية الأذكار للأبناء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. أما بعد، نحمد الله عز وجل ونشكره حمدا وشكرا يليقان بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على أشرف خلقه، خير من مشى على الأرض، سيد ولد آدم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا سمحتم لي نبدأ بآية، أعظم آية في كتاب الله. يا سلام، أعظم بآية، وهي من التحصين ومن الأمور التي يجب أن يحرص عليها الأبناء عند خروجهم من المنزل وعند النوم وفي الصباح، أذكار الصباح من 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 أسها، وأيضا أذكار المساء. وهي لا شك لا يخفاكم ولا يخفى على شريف علم الجميع إن شاء الله، وهي آية الكرسي، كما ورد في الحديث الصحيح أنها أعظم آية في كتاب الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله يحفظنا وإياكم بحفظه. بارك الله. أما بالنسبة للسؤال الذي سألت عنه، أنا محافظة الأبناء على الأذكار، وأنا أقول تكون يومياً، يعني يومياً، بحيث أن الطفل أو الإبن يتعلمها من الصغر، من يوم يخلص الصلاة تأتي. أنا أعرف بعض الأمهات، أحسنت، أعرفهم قريبين مني، لا يمكن يخرج الابن من البيت إلا بعد ما يقول جميع أذكاره. إلا بعد ما؟ ما يقول الأذكار. يعني معطيتهم برنامج جدول، ولله الحمد يعني فيه بركة وفيه حفظ لهؤلاء الأبناء، شيء عجيب جدا جدا. ما يحتاج، هذا ليس كلامنا، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. آية الكرسي ذكرتها، حتذكر محافظ، بس ودي أرجع لأبو شو اسمه، لأبو أحمد، وبرجع لك عشان نكمل قضية الأذكار.